لا يمكن أن نتعلم اللغة بحفظ القواعد وحدها. القواعد مهمة للمقاييس اللغوية، لكن المهارة في النطق، المهارة في السماع والفهم، إنما تتأتى بممارسة اللغة. لذلك أنصحكم وأنتم هنا أن تمارسوا العربية من أهلها، وليس العربية التي ينطقها أهل أندونيسيا، لأن أهل أندونيسيا ينطقون العربية بالأصوات الإندونيسية. وأيضا العرب ينطقون الإندونيسية بالأصوات العربية. فلذلك إذا أحببت أن تكون ماهرا في اللغة، أن تأخذ اللغة من مصادرها الأصيلة. ما المصادر الأصيلة للغة؟ أهل اللغة، كما ينطقون وكما يسمعون. فأنت تحاول أن تفيد من هذه الفرصة، فتتكلم مع المسؤولين كثيرا. تكلم، والخطأ خير معلم. الإنسان لا يستحي أنه سيخطئ، لا، تكلم والخطأ يعلمه. لكن أنك لو استحييت فإن العلم يضيع بين أمرين، بين الحياء وبين الكذب. العلم يضيع بين أمرين، بين الحياء وبين الكذب. فأنصحكم بالممارسة والاستعمال. أنا أسألكم، في اللغة الإندونيسية هناك لغة فصيحة رسمية وهناك لغة عامية. الناس في أندونيسيا اللغة العامية مهرة يتكلمونها بدون خطأ، رغم أنهم لا يتعلمون اللغة العامية الإندونيسية في المدرسة وليست لها كتب. اللغة الفصحى الإندونيسية يتعلمونها في المدرسة وفي الجامعة ولها كتب وقواعد، وعلى الرغم من هذا تخفئون فيها. لماذا؟ لأنك لا تستعملها، أنت تستعمل اللغة العامية. فاللغة التي تستعملها هي التي تكون ماهرا فيها. إذن المهارة مرتبطة بالاستعمال والممارسة، الممارسة والاستعمال أبو المهارة. هذه نصيحة. النصيحة الثانية، يبد أن تنتبه إلى اللغة الحياتية. بمعنى القرآن الكريم، منكم من يحفظ القرآن أفضل من العرب وأفضل من المصريين، ويدخل إلى المحراب ويصلي بالناس، لكن إذا جاء يتكلم باللغة مع العرب لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لم يتعلم اللغة الحياتية. هو أتقن نصا من النصوص، هذا النص القرآني يجعله ينطق الحروف بسهولة إلى آخره، لكنه يريد أن يتعلم اللغة الحياتية. قولوا معي، اللغة الحياتية التي يمارسها الناس، وهذه تأتي بمعرفة الحوار. يعني يمكن وأنت تجلس هنا أن تتخيل وأنت في المطار مواقف المطار، الأسئلة التي تحتاجها والإجابة باللغة العربية كما يفهمها العرب، وأنت في حفلة، ما الكلام الذي تحتاجه وأنت في حفلة، وأنت تذهب إلى المطعم، الموقف وأنت في المطعم، أنت ستذهب في مرة من المرات إلى الامتحان، وهكذا. المواقف الحياتية التي محتاج إلى الكلام فيها حين تجرب نفسك عليها، هذه خطوة سريعة لإتقان اللغة الحياتية، حتى تشجعك نفسيا على أنك تستطيع أن تتكلم اللغة العربية كأهلها وأحسن منها. يعني الذين جاءوا هنا وجلسوا حين يتكلمون، مثل الدكتور توفيق، مثل الدكتور طلطاوي، مثل دكاترة كثيرين جلسوا هنا، إذا تحدثوا العربية يتحدثون العربية كأهلها. لماذا؟ لأنهم استمعوا إلى اللغة العربية من أهلها. هذه النصيحة الثانية. النصيحة الثالثة، وهي أمر من أهم المهم، ينبغي أن يكون لك كشكول خاص أو دفتر خاص، فتأتي إلى الكلمات الصعبة التي تصادفك فتكتبها، وإذا ما كتبت شكرا لك. إذن الأساتذة إن أرادوا يعملوا، شكرا لك. حطوا هنا بقى، ومن يريد أن يأخذ يعني. فتأتي كلمة صعبة تكتبها،
ثم تأتي إلى أستاذ ماهر في إندونيسيا أو هنا في مصر، كيف تنطقون هذه الكلمة؟ وتجعله يقسم الكلمة إلى مقاطع. يعني مثلا كلمة سنأخذهم ربما تكون صعبة عليك أول مرة، فأنت تقسمها سنأخذهم يعني حتى تسهل تقسم الكلمة إلى مقاطع، شيئا فشيئا تتمكن من ذلك. إذا أردت أن تتعلم اللغة كأهلها، أي لفظة تتعلمها ينبغي أن تقسمها إلى مقاطع، حتى الكلمات البسيطة. كتب، لا تقول كتب. لماذا؟ طريقة الصوت الإندونيسي طريقة رأسية، الفم يفتح لأعلى. طريقة النطق العربي طريقة أفقية، الفم يفتح إلى الجانب. لذلك أنت تحتاج إلى تدريب على هذا. أمام المرآة أتغلق الباب حتى لا يقول عليك أنك مجنون، ثم تعمل هذا التدريب. حتى يتدرب الفم على المسألتين، على الفتح الأعلى والفتح الأفقي. لماذا؟ لأن تدريب الجهاز هذا يتعالى عندك من السهولة في النطق بشيء عظيم. لذلك في الغرب في المعامل الصوتية لابد من التدريب، هذا التدريب يساعدك على التفخيم والترقيق. لأن اللغة العربية ثانيا يجب أن تعلم على خصائص اللغة العربية، أنها لغة معربة، اللغة الإندونيسية غير معربة. لذلك أنت إذا جئت لتتحدث العربية تتحدثها، اسمع، على النظام الإندونيسي. كيف؟ أنت لا تعرف فلا تشكل آخر الكلمة، فتقول أستاذي نذهب في المساء إلى معهد الحصري نقابل أستاذة، وهكذا. اللغة العربية لا تنطق هكذا، نقول نحن نذهب في المساء إلى. إذن لابد أن تقف إلى على هذه الخصيصة للغة العربية، وهي أنها لغة معربة. اللغة الإندونيسية لغة غير معربة، فينبغي أن تحقق ذلك في هذا الكتكون. ثم ماذا في هذا الكتكون؟ تأتي بالأصوات والألفاظ الصعبة على الإندونيسي في العربية. هناك أصوات صعبة على الإندونيسي إذا تعلمها. مثل ممكن أحد يرغب في الشاي يأخذ ونكمل المحاضرة. هذا شيء طيب، نعناع من المدينة المنورة.